في راجل الحقيقة ينحنى له وبقوة، رحمة الله عليه، الدكتور صلاح فضل. الدكتور صلاح فضل الاسم الكبير، القيمة العظيمة، العمق الأصيل. دكتور صلاح فضل مش بس كرئيس لمجمع اللغة العربية، دكتور صلاح فضل كناقد كبير ومهم وعظيم، وله من اسمه الحقيقة نصيب كبير جدا. فتفضل علينا الدكتور صلاح فضل بمؤلفات ومقالات حدث ولا حرج. حظي الجيد في يوم من الأيام إن أنا قابلت الدكتور صلاح فضل في حوار تلفزيوني أجريته معاه على واحد من مؤلفاته من أكتر من 22 سنة تقريبا، من 22 سنة 23 سنة على شاشة الفضائية المصرية، وكانت حلقة أعدها زميلي العزيز شريف سعيد الذي صار فيما بعد ذلك مخرجا كبيرا، وكان وقتها مخرجنا ولازال صديقي العزيز أيضا وائل طاهر، برنامج كتاب الأسبوع. وتفهم إمتى إذا كان الضيف اتبسط من الحلقة، إنه لما بتعدي شوية وتحتاج إنك تذهب أيضا لمقابلته مرة أخرى وللحوار معاه مرة أخرى فيستجيب. فاستجاب لنا الحقيقة الدكتور صلاح فضل ثلاث مرات، فانبسطنا احنا التلاتة، أنا ووائل طاهر وشريف سعيد، جدا حسينا إن احنا ملكنا الدنيا. دكتور صلاح فضل يسمح لنا بمقابلته أكتر من مرة. دكتور صلاح فضل كان كمان نموذج لرجل شديد التفتح على المحاورة ولا يحتكر الحقيقة أبدا. خليني أخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ سيد محمود. أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزيك يا أستاذ سيد، إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. يمكن أحب دايما أن احنا نتكلم في مناسبات تكون أكثر بهجة، لكن ونحن نتحدث عن الدكتور صلاح فضل رحمة الله عليه كان حريا بنا أن احنا عايزين نرجع لك، عايزين نسمع. أشكرك جدا للثقة دي، وأنه الدكتور صلاح فضل يعني كان أستاذ وصديق عزيز جدا وجمعتنا مناسبات مختلفة. يعني أنا كنت بقول إنه إحنا فقدنا اسم ضخم جدا، مش بس لأنه رئيس لمجمع اللغة العربية، ولكن لإسهامه في اللغة، إسهامه في النقد، إسهامه بشكل عام في الثقافة المصرية والعربية. اللي حضرتك بتقوله صحيح، لأنه الدكتور صلاح فضل بيتسم بسمة من النادر إنها تكون موجودة لدى نقادنا. يعني أهم هذه السمات إنه كان على معرفة واسعة جدا بالتراث الأدبي العربي والثقافة العربية في تاريخها المختلف بحكم دراسته، لأنه بدأ في الدراسة في الأزهر ثم تعمق في هذه الدراسة في كلية دار العلوم، وتم تعيينه معيد في الكلية، وثم حصلت له النقلة الأساسية بأنه ثقافته اكتسبت بعد عالمي، لأنه درس في أسبانيا سنوات الماجستير والدكتوراه، وده سمح له بانه منفتح على علوم وثقافات متعدده، وسمح له في نفس الوقت انه يتجاوز الافكار المحافظه التي يمكن ان تكون في التراث، فهو في هذا الجانب شبيه الى حد كبير بطه حسين. وكان استاذه الاساسي دكتور محمد غنيمي هلال لفت نظره الى اهميه انه يكون على معرفه واسعه جدا بلغات متعدده، وانه يعمل في النقد في مع فريق وليس من خلال صوت فرد، وبالتالي ده بيخليه أكثر استجابة لفكرة التنوع والآراء المتعددة، وإنه يتجاوز الاستبداد اللي ممكن يكون موجود مع صوت النقد الواحد. دكتور صلاح فضل عاش في أسبانيا فترات طويلة ما بين الدراسة وما بين كان متولي مسؤولية المستشار الثقافي المصري وإدارة المعهد المصري في مدريد اللي كان صلاح الدين تاني، وهذا المعهد صلاح فضل من خلاله اشتغل في مجالات كتير جدا، يمكن اهمها تحقيق تراث الفلسفه لابن رشد. ثم جاءت عودته الى مصر وقدم كتاب كان ليه تاثير واسع جدا، هو النظريه البنائيه في النقد الادبي. والكتاب ده عن البنيويه اللي كانت موضه في السبعينات والثمانينات، وكان واسع التاثير جدا في هذا الجانب. وكمان تقدم من خلال مجله كبيره وكانت مهمه
هي مجال الكسول اللي اسسها الشاعر الكبير صلاح فضل والناقد الكبير عز الدين اسماعيل. وكان ضمن جيل كبير جدا من النقاد، ضمن الدكتور جابر عطفور وعز الدين اسماعيل واعتدال عثمان وهدى وصلي. الميزه عند صلاح فضل الحقيقه انه ما كانش ناقد ايديولوجي، يعني صح. كان حريص على مساله الاستقلال. بما ان حضرتك شاورت على فكره القيمه، خلينا نفتكر انه الدكتور صلاح فضل كان فاعل جدا في الفتره اللي اعقبت ثوره 30 يونيو وثوره يناير. في فتره التحول دي كان مستشار ثقافي للمجلس العسكري، ولعب دور في اللجان الدستوريه المختلفه التي تتالت، وواجه جماعات الاسلام السياسي وكشف عن استبدادها، ولعب بعد كده دور مهم جدا مع الازهر الشريف في اصدار ما سمي بوثيقه الازهر، اللي كانت الحقيقه وثيقه بتشمل مجموعه من الورود المهمه جدا اللي بتاكد مدنيه الدوله. وبالتالي صلاح فضل واحده من الادوار المهمه اللي لعبها انه تجاوز بتاثيره حدود النقد الجامعي، وامتد هذا التاثير الى الجمهور العام، لانه كان بيكتب في صحف كبيره زي الاهرام والحياه ومجله المصور. في كل هذه الصحف حاول طول الوقت انه يبشر بمواهب، انه يكون اداه مهمه جدا لمساعده الناس على فرز القيمه. من ناحيه ثانيه كان طول الوقت بيلعب ادوار عربيه واسعه جدا بحكم اعتزاز الجامعات العربيه والمؤسسات الثقافيه العربيه بقيمته، وبالتالي كان محكم في اغلب هذه الجوائز. كان بيحدث احيانا الناس تختلف معاه في تقييمه لبعض الامور، لكنه كان الحقيقه بيستوعب هذا الاختلاف في تسامح كبير. طيب، يمكن انا لما بدات الحديث معاك يا استاذ سيد معايا على التليفون ولا ايوه بسمعك، فكنت طبعا بقول كان حريا بينا ان احنا لازم نرجع لك. ليه قلت حريا بينا ان احنا؟ مش عشان بس بحبك يعني، لكن لانه انا اعلم جيدا حجم اهتمامك بالتفكير ما بين قوسين، والفكر والفلسفه. ولانه اظن الدكتور صلاح فضل هنا لو استخدمنا المصطلح بتاعك هو اظنه آخر نجوم المفكرين أو آخر المفكرين النجوم. كان ليك مقال كده في الشروق على مسألة النجومية. أيوة صحيح، أشكرك جدا يا أستاذ مرة أخرى، لأنك يعني بتشير إلى تقدير تحمله ليا. لكن كمان خليني أقول لك أنه فعلا أنا يعني كتبت النهاردة بعد وفاة الدكتور صلاح مقال سريع، وأكدت على الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي، أنه ده آخر النقاط ذوي التأثير الواسع، التأثير اللي بيتجاوز حدود التخصص علشان يكون مؤثر فيما يسمى بالمجال العام ويشتبك مع قضايا مهمة. وأهم هذه القضايا يعني الكلام عن وثيقة الأزهر للحقوق المدنية. احنا دلوقتي بعد حوالي 8 سنوات من هذه المسألة بننظر لها يعني وكأنها بعيدة شوية، لكن لما كان في جهد كبير جدا لبناء توافق حول بنود الوثيقه دي، مساله كانت صعبه جدا، كانت محتاجه رمانه ميزان، لانه بتقوم على التفاوض اولا مع اطراف وتيارات مختلفه، وكل عمليه تفاوضيه دايما بتحتاج الى شخص يكون محل اجماع وتقدير من اطراف مختلفه. والدكتور صلاح فضل الحقيقه حتى الاشخاص المختلفين معاه، لانه دي الاختلاف مساله طبيعيه صحيح. وايجابيه. اهم حاجه في الاختلاف انك ما تلغيش القيمه، يعني اكد على الاختلاف وعزز موقفك، لكن خليك دايما فاكر ان انت لما بتختلف مع قيمه انت كمان بتكون قيمه كبيره. ده هيخليني هستاذنك ان انا احب جدا ان احنا نكسر قالب متعارف عليه، الا وهو ان التوك شوز لا تتحدث الا عن مواضيع هي الاكثر سخونه دائما على الساحه. انا عايز تجيلنا حتى وإن كان حديثنا قصير يعني ما بيتعداش العشرين دقيقة في الفقرة، نتكلم على الفلسفة أو نجومية الفلاسفة في المجتمعات العربية وبالذات عندنا في مصر. هيبدو العنوان تقيل ومكلكع، بس أظن أنه جزء من أدوارنا في النوع ده من البرامج مش أن احنا بس نتحدث عما هو ساخن، ولكن نتحدث عما هو مهم وعميق. أتمنى أن وقتك يسمح ذلك في ظل الانشغال الدائم بالتفكير وبالكتابة وما إلى ذلك. إيه رأيك؟
انا يسعدني جدا يا استاذ يوسف، وانت عارف كويس قوي ان عندنا ضيوف كتير جدا، ما صح. تخلينيش اتاخر عن يا دعوتك. رب يخليك يا رب، لدينا الكثير من المشتركات على رأيك. أشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي الكبير الأستاذ سيد محمود.